السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد العزيز حسن. نكمل دروسنا في العربي. الدروس اللي فاتت وقفنا لحد ما كنا بنعمل إيديت وديليت على إيديت أظن، بس ما عملناش أي أكشن تاني غير إيديت وشو. عملنا لينك بنشوف عليه كل السونجات بتاعتنا، وعملنا لينك بتاع الإيديت تقدر تعدل السونج اللي أنت عايزها وتدوس أبديت. ده يكون مشكلة لو انا عملت مثلا هنا خليتها مثلا سون بس عملت له ابديت، ايه اللي بيحصل؟ بيروح على الصفحة وبيقف. انا مش عايز كده، انا عايز لما يجي هنا الابديت ده يودينا على صفحة السونجات كلها اللي هي الصفحة دي. هعمل الكلام ده ازاي؟ بكل بساطة، اي فانكشن من الفانكشن دي لازم يبقى ليها ريتيرن. يعني لو بصينا على الفانكشن بتاعت الابديت اللي هي بتحصل لما ندوس ابديت، بص لازم يبقى فيها ريتيرن. الريتيرن ده يكون فيها الريسبونس بتاعتها ايا كانت هي ايه، بس لازم يكون ليها ريتيرن. ما ينفعش تبقى كده، احنا كده عاملين لحد سيف وما بيعملش حاجه، لازم يبقى فيها ريتير. فاحنا اقول له هنا ريتير ريدايركت، يعني يكون الريتيرن بتاعي ان هو يعمل تحويل للصفحه. هيروح فين؟ هنا اكتب بقى اللي انا عايزه. ممكن احط اسم الكنترولر سونز بحيث ان هو يروح على الصفحه اللي بيعرض فيها السونجات كلها. ممكن على فكره ممكن احط ارجعه تاني على نفس الصفحه، ممكن ارجعه على الرئيسي، يعني على المكان اللي انا عايزه. وانا ممكن على فكره في نفس اللقطه ارجعه على نفس الصفحه، يعني هاخد الاي دي ونحطه هنا وارجعه على نفس المكان اللي هو كان فيه اصلا هو بيعمل كده. تمام، بس انا هفضل ان احنا نوديه على الرئيسيه او الصفحه اللي بيعمل فيها كل السنجات. تمام، هندوس سيف. تعالى نعمل ريفرش ايديت مثلا سونج 2 دي. تعالى بس نتاكد بقى سونج 2 دي، تعالى نخليها مثلا ذس سونج مثلا. الابديت دي كمان نقول له ابديت، فعلا رجعني على الاول سونجز وغيرها لي، خليها لي ذا سونج بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، تعال نعمل زرار الديليت بقى، ازاي نمسح الكلام ده؟ طيب، اولا زي ما احنا متعودين لازم نعمل ريوت للاكشن. تمام، فاحنا ناخد بتاع الابديت ده كده كده نحط البيست، نغير الميثود هنخليها جيت. تمام، وهنغير الابديت دي هنخليها ديليت، وهنخلي الفانكشن هتشتغل. تعال بص كده هنلاقيه هو اوتوماتيك عامل لي فانكشن اسمها ديستروي. ديستروي دي بتاعت المسح، فانا هاخد فانكشن اسمها ديستروي هي اللي هتشتغل في الكيس بتاعت المسح. تمام، طيب طبعا دي ماشي. هيجي بقى نشتغل فانكشن اسمها ديستروي دي، نقول هنا سونج، نعمل برميت اسمه سونج عشان نعمل انجكشن للميثود. تمام، انجكت الميثود اصلا. تمام، وبعدين قبل ما امسح لازم اختار. يعني ايه؟ يعني انا هنا لما جيت عملت ابديت انا اخترت الاول السونجايه اللي انا هعملها ابديت، وبعد كده رحت عملت لها ابديت. تمام، فنفس الكلام انا هنا هختار السونجايه وبعد كده هعمل لها، بدل ما اعمل لها ابديت هعمل لها ديليت. هنا سون شغال فانكشن اسمها ديليت، وبعد كده هرجع برده بالريتيرن هقول له رجعني على الصفحه اللي هي فيها كل السونجز بتاعتي اللي انا عاملها. تمام، طيب مبدئيا تعالوا بس الاول كده نخش على الداتابيس بتاعتنا، على الجدول اللي هو اسمه سونجز. تعالوا نعمل 3 4 نسخ من السونج دي على اساس ان احنا نبدا نجرب عليها. كوبي جروب كوبي جروب، خد يبقى عندي دلوقتي 5 سونجات ظاهرين عندي في الشو اول. فعلا في 5 سونجات اول ما تشوفين. تمام، طيب لو رحنا هنا بقى على عايزين نعمل اللينك او المكان اللي لما يدوس عليه يوديني يشغل الفانكشن دي، احنا هنعملها في حتتين. هنعملها اول حاجه في الصفحه دي اللي هي بيظهر فيها كل السونجات، هنعمل هنا لينك يوديني على الديليت بتاعت السونجايه دي، وهنعملها جوه الشو. يعني مثلا هنا دي السونجايه اللي اسمها دي السونج، هبقى هيعمل هنا زرار جنب ايه اسم جديد لما يدوس عليه من هنا يقدر يدلف السونجايه دي. طيب تعال نبدا نشتغل هنا الاول، نروح على البي اتش بي، نروح على اللي هي اندكس بليت. تمام، طيب هناخد الكوب الايد دي كوبي كده وهنا بيست، هنغير بس نخليها ديليت. تمام، وهنخلي اللينك يبقى في ديليت بالشكل ده. هناخد اللينك ده كده كوبي زي ما هو بالظبط كوبي، هنروح نحطه في الشو نفس الفكره بالظبط بالشكل ده. طبعا هي نفس، مش هنغير اي حاجه، هي نفس الباراميتر اللي بيخش، هي نفس الباراميتر اللي بيخش،
الموضوع بسيط جدا 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 جدا. يعني الصفحه هنا ما فيهاش 7 8 9 اشهر يا اسطى، يعني نفس الكلام بالنسبه للكنترول اللي هو اكبر حاجه احنا مش كاتبين. ده كل فانكشن فيها سطرين، اكبر فانكشن فيها 3، يعتبر حاجه رهيبه وجميله جدا جدا في البرمجه. طيب تعالوا هنا نشوف ادي ديليت ظهر ده. تعالوا نمسح مثلا سونج دي عشان دي مميزه شويه. تمام ديليت اتمسح بالفعل، واحنا راجعين هنا نروح على الداتابيز نتاكد، هنلاقي ان هي سونج رقم 2 رقم 4 دي رقم 4 دي مختفيه مش موجوده فعلا. تمام طيب تعالوا نشوف في الايديت دي مثلا، دي الاي دي بتاعها 5، لاحظوا معايا الاي دي بتاعها 5 اهو، سونج رقم 5. تمام عذرا المفروض هروح على الشو، تمام مش على الايديت، مش على الايديت، نروح على الشو، نروح على هذه السونج اللي هي الاي دي بتاعها 5 زي ما شايفين. شايفين تحت هتلاقي برضه الاي دي 5 هنا، هتلاقي هنا اللينك ظهر، هتلاقي هنا قبل ديليت هتلاقي في 5 اللي هو السونج رقم 5. تعال نوصل في مشكله ثواني هنبعتيه للينك خالص. تعال نشوف ايه المشكله، تعال نشوف في الشو ايه القصه هنا ديليت. احنا المفروض طبعا نحط هنا سلاش عشان يبدا من هوست على طول بالشكل ده. طيب تمام، تعال نجرب ديليت. كده اللينك مظبوط رقم 5، هنمسح رقم 5 اللي هي الاي دي بتاعها 5 اللي هي اول واحد فوق. تعال نمسح ديليت، رجعني فعلا للثلاثة اهو، بقوا 3 مش 4. تعال نشوف هنا كده هنلاقي فعلا رقم 5 مش موجودة، بقى في 6 في 7 8 9. تمام ده كان بالنسبة للاكشن اللي اسمه ديليت. تعالوا كده بالمرة نعمل بس المفروض احنا نبقى عندنا اخر اكشن عندنا اللي هو الاد، ان هو نكريت نكريت سونج جديده. تمام فاحنا كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا نعمل بس ازرار عشان نبقى جاهزين المره الجايه على طول. اتش اف نقول له اد سونج، ودي هتروح على سونج كرييت. لو بصينا هنا على الكنترول اسمه سونج هلاقي فيه سونج اسمها كرييت، دي المفروض هتبقى فاضيه بالشكل ده لسه ما اشتغلناش فيها، هي دي اللي هتشتغل. تمام فاحنا هنقول هنا نفس الكلام، نقول هنا سونج شغل لي فانكشن اسمها كرييت. طبعا هروح على الرولكس على طول وابدا اخد ده كده، مثلا ناخد حاجه، ناخد الاندكس دي كوبي اللي احنا شفناه من الاي دي، كوبي انا بيست، لما تروح على السونجز كرييت هتشغل لي اللي هي اسمها السونج كنترولر كرييت بالظبط كده. تعال كده نشوف في اد سونج، تعال بس نديها حبه ستايل عشان يبقى شكلها نضيف شويه. كلاس بوتون دنجر دي، طبعا كل الكلاسات دي الكلاسات بتاعت البوت ستراب اللي احنا عملناها في الدروس السابقه، مجرد ما هتضمنها في الصفحه وبتشتغل طبعا بال بي اتش بي ستورم اللي انا شغال بيه هتلاقي بيقوم مكريت لك الكلاسات دي. لو انت شغال بالنت بينز هتلاقي نفس القصه، لو انت شغال بالاكليبس او الزين ستوديو مش هتلاقي الاوتو كومبليت اللي هو بتاع الكلاسات والسي اس اس. المهم تعال نقول له دنجر، دنجر ده هيبقى لون احمر. تعال نشوف الدنيا كده فيها ايه. تمام ادي هنضيف هنا سونج جديده وادي السونجات بتاعتنا معروضه هنا والدنيا زي الفل. لو دوسنا اد سونج طبعا هيديني ايرور لان احنا لسه ما عملناش اي حاجه في او في الفانكشن بتاعت الكريت. اتمنى يكون درس سهل وسلس، ان شاء الله نشوفكم في الدروس الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله.